تريدي أمك ضابح مرة؟ والله إنها ضابحة قوي 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 قوي. شوف قوي 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 قوي. شوف اتكسرت لحد الآن 10 صحون، خمسة منين فوق راسي؟ خمسة فوق يعني 15. الله يجعلهم ما ايش يجعلهم؟ في دائك في دراسك يجعلهم في دراسك. نعم مدخل ما هو 15 صحن عمتنا ومعنا 12 صحن كسر 15 أكيد ذي حق جيران. يا الله محرقك يا الله محرقك. قلتي لي يا بنتي ما بوش داخل سكاكين ولا بحاجة داخل؟ والله كل حاجة مكانها. يا الله محرقك يا الله. أنا ضابح أنا ضابح أمك اللي ضابح مش أنا. أنا 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 خايف من مين؟ من أمي. أنا خايف من أمك. نعمت إني زوجتي. أنا خايف. نعم خايف من أمك ليش؟ أنتي داري مني أنا ما خايف من أحد أنا. أيوة أنا بس أقصد لو في سكاكي ولا شيء لا ترجع تعور أحد. أنتي داري بي المرة الأولى تعورت وكيف؟ أنا خايف كذا يا بنتي. أيوة أمي قالت لي داخل. أيوة والسكاكين كل شيء داخل. كل شيء. أمك حامل وأنتي داري إنه أخوك بأمانتك اللي شيء كان ابن ولا بنت هو بأمانتك يا بنتي. والضيوف هذوم تصرفي معهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أخرج أخرج. الكلب حق الجيرة من دخله داخل. أمي 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 أضميك. أيوة طيب اشتربطوا الناس أعمل لي مربط لما نكون نروح. ادخل ادخل جي معي يا بنتي. قلنا ادخل. يا رب يا رب اسالك باسمك العظيم انت احسن خاتمتي كيف مكانه. يا رب ايش كان يا مرة يا مرة طيب ما اسمعي يا مرة ايش تخليني اسمع يا مرة طيب يا مرة طيب يا مرة لا لا اخرج من عندي يا مرة مرة طيب يا مرة احرم انا ما قدرت احصل منك يا مرة ولا من حقك هذا اشتغالي في الداخل اللي ما رضوش يخرجوا يا مرة يا مرة ما لعب هذا مضيف يا مرة اصبري ماما ضيوف ماما ضيوف يا مرة إن شاء الله اصبري اصبري إن شاء الله أنا أكون نفسي ونشتري بيت ونستقل إيه هذا ليش أصبر وهذا ليش أستقر من دخل دخل اسمع أنا ما في الاستطاف أنا خلاص تعبت وضحت يا رجال تزوج مالي غاية تزوج السنة أحل لك أرباع أحل لك أرباع تزوج أنت قدك بعاشر يا مرة أسألك خلاص يا مرة خلاص شوف أقول لك تزوج في 800 تجي تخدم أملا هنا يكفي قد تزوج يا مرة حرام عليك يا مرة أنا خلاص تعبت وضحت وخلاص شوف لا عب يا مرة اسمعني الله ينتقم يا مرة آمين الله يغزه آمين الله يشلك آمين الله يشلك انت والضيوف حقك الله يشلك انت الله يجعلك عقمة تسد لك مبلغ اللقمة ان شاء الله يا جماعة يا جماعة يا رجال يا رجال عب على كل زوجة يا جماعة الخير هذه مرة ناقصة عقل هذه صياد مش مرة يا مرة يا ناقص عقلي يا ناقص ناقص غدا ناقص عشاء يا مرة مش ناقص أنا ما ليش معي كل دامي عني هلا من الناقصة ولا ولا أنا يا مرة يا مرة مش أنتي هذا أنا الله يشيلهم من عندي الله يبزهم إن شاء الله يا مرة يا جماعة الخير يا أخي يا أخي شوف زوجتك هذه ليس تخرج لها إلى رأس بلاس تخرج لي لهنا راس براس مش قاعد تبي انك تتفاصع من داخل راس براس وزوجتك رجال عبالك انت خبر هذا حقا ايش راس براس ما مش حدد هذا عني الا لا انا موجود انا معي رجال وانا معي مرا كيف تتساهلون اقول لك تخرج لهنا راس براس ايوه ايوه عادك تراسي خلاص خلاص انا طبيعي انا شفتك عند الرجال ما راح عند الي الا يربوك انت وحقك هذا الشق هذا في الداخل يا مرا لا لا مع السلامة لا مع السلامة لا اضربي مسوار لا مقرا امك ما لها امك رمى علي السلام امي سارت قال مع السلامه ثلاث مرات امي سارت تفضل ضيوفك عن امي يما 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 يا بنت 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 وش تسرعي على الباب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ملك فعمل يا جماعه الخير اللي قال شقاع قبيلي بهذه البلاد يحنب يحنب بنات قبيلة أصحاب البلاد كلهم حلقوا فوقي والمرة ما تقدرش واضمه المرة مع حق كيف أعمل ملك مع الخير الغداء قريحة قو
يا أهل البيت، قام هم أهل البيت معاذ. أهلا وسهلا أهل البيت. أهل البيت. أهلا أهلا أهلا. حي الله حاتم. أهلا وسهلا، حياك الله. خيام كلام من النوم. أهل البيت. أهلا وسهلا. أبدي الطاش والراش ومزم مقرش. أهلا وسهلا. ودحين تشتكي وتقول لي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا حاتم علومة. من منكم يعرف يطبخ؟ أنا أقدر أعمل عصيد حلبة. يا سلام يا ساتر، عصيد حلبة. صدقوا هذا عصيد براقط. ايش اقول لك؟ احد يقدر يعوضنا عن المرح؟ ايش اقول لك؟ يا رجال، مش قضيه الطباخه ولا قضيه الاكل والشرب. ها، مطاعم انت الشارع، ادي لنا اكل من الشارع وما ابغى من الشيشي. انت داري؟ ها، شوف هذا هو صغير، ابوه مغتربه. ايوه، فما حد ربه، طلع قليل ادب. الله يحفظك. كيف حالك؟ ندي لك اكل من الشارع. اسمعني، قشفته قليل حياه مثلك. بيني وبينك بيتي وهذاك. استغفر الله العظيم. بيني وبينك يا حاتم، تشصد قدامنا. انت ما تعرف تخبر زوجتك، كلامك مستفز ليه؟ تمام، رفقا يا اخي، رفقا بالقوارير. صح، رفقا بالقوارير. ما لما نعمل للمدر، المدر كسرنا قوارير. ما قوارير ذو، ما نعمل للمدر. وبعد اسمعني اسمعني، لان كل شيء انا ايش اسالك سؤال، يعني زوجتك انتو صايحكم على ايش؟ ايش مش سبب؟ مش سبب. انتو سؤال، اسمع صلاح ودعاء. انت ايش تقنن بي؟ مش سبب. ما داري على صايحنا؟ لا ما ليش داري. في ناس قللا ذوق ما يستحوش. قاو عندي طفشوا به. هذو قللا ذوق، قللا حي. قللا ذوق، صدقني لو قللا حي. وانا قليل حاجة، وانا قليل ذوق الزيد منهم. صح. ما انا دخلتهم. صح. بس يلا، اهم حاجة عندنا انه ما نكونش ثقلنا عليك. لا لا، ما ثقلتوش علي. اسألك بالله، ما ثقلنا عليك؟ استغفر، من غير يمين ما ثقلتوش علي. قل والله العظيم ما ثقلنا عليك. لا ما ثقلتوش علي. ما ثقلتوش علي. قول اقسم بالله ما ثقلنا عليك. استغفر الله العظيم، ما ثقلتوش علي. الحمد لله، الان واحد يجلس ومرتاح ضميره. امشي. انا ادخل ارقد. وين؟ وين رايح؟ وقف. كيف وين رايح؟ ارجع بس، ارجع. وين تروح؟ كيف وين تدخل البيت؟ صلى على الحبيب، مو البيت هذا وكالة بدون بواب على طول شيء. هروين لما اطبخ يا حبيبي يا نظر عيوني. انت عارف انه معانا عوائل داخل وما يصلح شي يدخل داخل يا حبيبي. صح صح صح. بيتي البيت له حرمة، مش من قد دخل. ارجع كده، عيب قلة حياة. عندي قم بدخل وارجع. اسمع اسمع اسمع، صلى قليل الحياه هذا قال ادخل. انا انا دبغز داخل. لا عادي، صلى على رسول الله. يا جماعه الخير، حرام عليكم، انا يعني رجعت نظيف من. انا عارف انه بيتك يا حبيبي، بس زوجتك الان حنق بيت عمك، ما يصلحش يدخل داخل ومعنا عوائل داخل. الله يكرمك. يا حاتم اجلس هنا بالمجلس. يا حاتم جالس. حاتم روح ادي لك بطانيه. قلت لك خذ ادي لك بطانيه ورجعت. ما عجبنيش بطانيه. لا خرقت اهل الكهف. عاد انا ازيد اخرق بطانيه من داخل. اعوذ بالله. اهي لكم. ايه اشكل هذا ذوك؟ هذا هذا قابو صياح. قابو صياح ما خلوناش يرقد. انا حجزت هول. اهلا وسهلا. من الاخ؟ من انت؟ انت يجي 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 شنو يشوفك بالضوء، نتشاقرك بالضوء بالضوء بالضوء. حلا، هذا منين اقع؟ من انا؟ انا انا صاحب البيت حبيبي، صاحب البيت. اسالك بالله، حياك الله. حياك الله. وانا رقت انا بزلطي. طمعان لو كنت اسمع يا زلطاك. انا زلطي. هذا من فين قا؟ من قابه؟ اسال الاستعلامات. مو استعلامات. اهلا اهلا اهلا. استعلامات. اهلا بالاستعلامات. حياك الله حاتم. هذا من وكيف جاء؟ من جابه؟ متى جاء؟ القصه وما فيها. هذا حصل هو من القريه، وانا حصلكم بالشارع. وبعد قال بيروح الفندق، قلت له بدل ما يروح الفندق يدي 2003، وانا داري ذي الايام ظروفك صعبه، القدم بدا ينقص والصبح ينقص كذا. قلت له 1000 ريال قد ينفع. سلنا منه 1000 ريال، قلنا له تعال قد عندنا. هذه 500 لك وهذه 500 دلاله. الله. ما حد قدر ظروفي الا هذا الشخص. الله يفتح عليك. درب ظروفي ودرى ان انا بحال. انا شكيت لك؟ لا. انا جيت اشحت منك؟ لا. اجيت اطلب منك؟ لا. اجيت اشتكي لك؟ لا. طب ما دخل امك، دخل الناس بيتي. فضول فضول، اتفاضل بيتكم، ما تفاضلش عندي. ما لا فضول، صلي على رسول الله، صلي على رسول الله مبكر حاتم. يا اخي الله يحفظك، يا اخي حرام عليكم. هات ال 500. ما لا خلي ضروري يعني. هات الخمس اقول لك. ضروري. هات الخمس. ضروري. هات الخمس. ها جعل سمك. انا يا حبيبي انسان عزيز، عزيز نفسنا انسان. انا ما اطلب من احد اجر بيتي. تعال غطيني لو سمحت. انا اجي اغطيك. تعال حبيبي، قم قم قم، قامت قيامتك غطي. من فين دخلت؟
دخلت من هذا. انا شاكك من دخول من الطاقة ولا شيء، من فين دخلت؟ ما هو الخبر؟ والله اللي دخلك ردك، هذه خمس. احنا ناس ما نطلب شيء حد حاجة. والله ما اقدر اكتب 200. لا حبيبي عندنا الدوام 12 ساعة، أنت تبقى معك 10 ساعات. خلاص 100 يلا. 500 يلا. أرويك يا نصها. يلا قم يا سارق. قم اخرج. هي. قم اخرج. نصها. كيف نحمو؟ ما شاء الله عليك. والله ما لي شيء. صح. رقد رقد. خذ رقدة عينك. بس ناهي ناهي. احمد الله انك. ثاني مرة. إن كنت تدخل حد بيتي والله لا أخرجك معرض. ما لا حاتم شو يقولوا؟ يلا. شو يقولوا ما عاد احنا قبائل؟ قبائل يا أخي قبيل بيتك، بيت أبوك. ما لا بيت أمي. بيت أمي. أنا صلى على رسول الله بالبيت. بيت أمكم هذه. أنت أمنا الله يفتح عليك. الله أنا أمكم. صلى على رسول الله. وأنتم خالد اجلس يا أخي. الله يفتح عليك. اللي احنا نرقد الله لا لحقكم خير. استغفر الله العظيم. ولا هذا عموك التلفون هزاز وما نجداري قابو عكابر اكيد معي اتصال التلفون هزاز نسيته هزاز ايوه من معي كلم دلا الله دلا دلا الله يحفظك خلي احنا نركب خلانا نتصل لك نخير حمود افدي عيونك السود لا لا والله ما نسوكك ولا حاجه انت الروح انت القلب انت الكبد حقي البنكرياس تمام يا حمود ايوه متى خرجت من القريه حمود مين هذا حمود جارنا حمود قبعي ايوه شيكي وين تغتاب صنعاء هنا طيب ايش تجلس يا رجال عيب عليك الله المستعان عليك ايش تجلس فندق واحنا موجودين احنا عيال ناس عيب عليك اذوى بيت حاتم فاضي لا اكسر فندق انا بيت حاتم بسرعه ما نشتكش نخسر يا ابن عمي تمام جه هنا بيت حاتم فارغ ناهي اين العنوان اقزع هكذا هكذا العنوان طيب انا شدي لك صاحب البيت ياشر لك صح حاتم وحاتم حاتم جاوب هذا حمود 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 القبعي اسالك بالله والله حمود حمود القبعي منو حمود القبعي حمود القبعي لاعب بلاد ايوه حمود القبعي لاعب بلاد منو حمود القبعي لاعب بلاد يا جماعه اللي موصفيه اللي موصفيه لاعب قريه حمود لاعب بلاد طيب مو يشتي حمود انا عند الله فيك عند لطيف هذا علمه أين البيت أشر له أين البيت شيء عندنا حمود شيء عندنا إيه شيء من القرية لا صنعاء هنا أشر طيب استحوا على أنفسكم عاد أنا صاحب البيت يا جماعة أنا والله العظيم إنه استغفر الله العظيم ما أدخل من حلف بيناتك يا حاتم شو قول لنا أرمي لكم البصير إنه ذي بيتي ما لا شو قولوا ما إحناش قبائل ما نقول له شيء ما كانك مأجور ها حمود أيوة يا أخي ما أناش داري تمام أعرفك تمام يا أخي شوف ما تشوفش شوف شوف تقزع ثاني انت فين وصلت الان من القريه امشي ثاني لعند السوق الكبير قل لهم السوق الكبير وركب للسوق الكبير سال على بيت حاتم ايوه حاتم تعرف ايه اكلمونك بالقريه بالعنوان ما شاء الله يلا خير منتظرين لك لا لا شكرا ولا حاجه ولا تقزع حاجه يا اخي ولا تقزع قزع لنا مشتري للبيت يقزع لي عصير ها عصير هذا يقول لك قزع له عصير انا صابون وبسباس وهذا قزع له صابون وبسباس لا ابو بسباس ما انت البسباس زعقتني ما بسباس المريض انت ما تشا عصير عصير المريض هذا ايش عصير ايش عصير ها وانا ولد قزع لي حاجه زي ما قلت لك يلا مع سلامه الله استغفر الله هات التلفون حقي هات التلفون انا دار متى طيب شيل حطه ابا زي أمك رجع؟ لا خلينا نرقد خوبة نشتي عشان نسوان جاوعات أمك جابتك مين بيت عمي علشان تزكيني على النسوان جاوعات مهتم بالضيوف ها؟ نشتي عشان المهم النسوان جاوعات وما تنساش كمان تشل عشاء وديت أحلى بيت جدي دحين نصرف زيد على بيت جديك أيوه يلاك تخليها تروح يلا إن شاء الله مأجور مأجورين شو اللي الصحن هذا يا بنتي؟ لا تديهم شنو أمك لا تديهم شنو أمك هو بيجي هذا خاص بالرجال عشان شنو أمك عشان
انا اصلا ده الحقي. امري لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واي اهل البيت! هو ده قلنا ده لا! واي اهل البيت! السلام إيه؟ عليكم! يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ارحم الراحمين دول الله وكرمك! ما شاء الله! يا ابو عين! يا ابو عين! يا ابو عين السلام عليكم! كيف حالك؟ اهلا وسهلا! كيف حال؟ أنا على وضوء الله مسلمين! انت بنت من انت؟ انا بنت حاتم. منن انت بنت حاتم؟ أيوة. سبحان الله قمعه بنت كبير ما شاء الله. هذه بنت حاتم؟ ايوه منن. الحمد لله رب العالمين. انا بس لا اقوك سوا حاتم. يا حاتم النسوان هذن كلهن اميك يا عم. تستعبين؟ ها؟ تستعبين؟ ابيك بس نمو قولها بس بالطو حاتم. ما بينسوا هانا المجلس هانا ادخل ريع لها المجلس هذا؟ ايوه. المعذره كمان ضعيف بالرياضيات. اين هو ابوي؟ في السوق سري اشتري عشاء. ايوه والله احنا بلا عشاء. الله يفتح عليك. خلوا يقطعك عشاء ما شاء الله. يا الله 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 الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا 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 بسندباد اهلا وسهلا. أهلا أهلا الحمد لله. حياك الله. القرية كلها هوبا. أهلا وسهلا ويا مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. دخل مرتاح مظبط مالك شيء؟ كيف البلاد؟ دخلكم أنا ما نجاري. هذا تعبان. سبحان الله وهذا مريض لا إله إلا الله. يشفيك. السلام عليكم. كيف حالك؟ إيه والله يا جماعة صدق الشاعر حينما قال يا مسلمين ذاق النفوس ذاقة صاحبي من المرض صلع بلا حلاقة. ما شاء الله الله يشفيك. جزاك الله عصير. الحمد لله رب العالمين. كيف حالكم؟ ما شاء الله عليك. وراك كيف انت؟ كيف القريه؟ قل لي كيف القريه؟ كيف ابي؟ كيف امي؟ كيف اخواني؟ كيف الدنيا بخير؟ كلها بخير الحمد لله رب العالمين. كيف حالكم انتم؟ ما شاء الله عليك. بالله عليكم من 8 شهور من 6 شهور مغتربين انتم جالسين عند حاتم. الحمد لله. المهم كل القريه بخير. بخير كلهم؟ كلهم بخير يسلموا عليكم. ما فيش حاجه بس الا الدم الهر النسمي حقكم اصفر مات. الله الله يرحمه. مات الله يرحمه. الله رحمه الابره. كيف موقفه؟ كم اكل عظمه لحمه واشترك بالعظمه عظمه من حق الثور حقكم. الثور حقنا ذبحوه. الثور حقكم زهر الله يرحمه ذبحوه. متى ذبحوه؟ بعاشرة حق أموك الموت حق الوالد الله يرحمه العظيم. عظيمة مات الله عظيمة. حفظ الله أجرك. حفظ الله أجرك. حفظ الله أجرك. بس بس ما متى ما تبي؟ الحمد لله حق الله مات الله يرحمه. ما متى مات؟ بعد أمك ثلاثية برحمة الله. رحمة الله الله يرحمه رحمة الله الله يرحم امك الله يرحمها. امي كيف امي لما ماتت؟ مات قهر. لا تقول مات مرض ولا بيني حاجه. صحيح سليم مات قهر. على اخوتك احمد حمادي ماتوا فانتوا للبير وماتوا رحمه الله عليه. الله احسن حاجه لابو ابراهيم عضلي واحد يعملها هنا. كيف حالك بس ما عليك؟ احنا قمنا بالواجب ما سكتناش. قمنا بالواجب. كيف؟ عملنا العزاء عندنا بالبيت. ده من بيتك من بيتنا احنا كبير مالك؟ فلا تفق زوجتك اثنين من عيالك احمد الله. الله يرحمه. الله يرحمه. ولا حبك حق. ولا حبك الله. لا حول ولا قوة الا بالله. عظم الله اجرك. الجميع الجميع ان شاء الله. عظم الله اجرك. احنا السلام كله انتم من لاحقكم ان شاء الله. الضالين امين. تم الله سرور. على ايش؟ ماتوا اسرته كلهم من الدلاب وابو اخوه وخوات. ماتوا متى رحمة الله عزك الله ما حصل؟ اتاقك ماتوا. انا اضحك معك. تضحك معي؟ اضحك معك. ركّر على الاقل لك تضحك معي عيب عليك. 8 شهور يا مفتري. مو 8 شهور وانت ضايع عن القريه؟ 8 شهور وانت مغترب؟ مو عملت لا انك حققت ما جيت من اجله ولا انك روحت بصر عيالك وابوك. ابوك ابوك الله الله ابوك قزعته يبكي يقول لي ماذا؟ ابو يبكي هكذا. باقي لنا قليل 7 شهور وروحنا البلاد. على البارد الحين ابو عشاء ابو كذا يا مرحبا. على طول. تفضل تفضل اجلس. بلا اعزمونا بلا تفضل اجلس. اعزمونا بلا اجلس. ما شاء الله قزعنا لكم بعض الاشياء. مدة كلنا. سبحان الله. واو واو. هذه بيته ملك ولا ايجار؟ هذه ملك. ما لا عادي ايجار واحنا جالسين لنا سنه شيء قال بنا. ما شاء الله. ها السلام عليكم. الله يشفيك. الله يشفيك. هذا تعبان. ها؟ صدمه موتور. ها؟ صدمه موتور؟ ايه. حرام هو صدمه موتور. اهلا اهلا وسهلا حاتم. اهلا حاتم اهلا. ادي الف ادي الف. ها؟ هذا حاتم صاحب البيت. الف الف 500 500 500. حاتم!
سبحان الله حاتم انت حاتم هذا حمود يا مرحبا حاتم عرفت انا شل حمود حمود ما كنا نلعب ارتقوال حمود لما نقول ضرب ابوك ضرب حمود حمود منو حمود حمود القوبعي القوبعي حمود القوبعي عرفت انا ولا لا حمود القوبعي ايش تقول عرفت انا ايوه لما كنا صغار لا لما كنا كبار انا عرفتك دحين انا حمود حمود اول مره اشوفك بحياتي في الوقت لا اله الا الله صلي على الرسول لما تذكر الناس انا حمود حموده ها ركز عندي اصلا يا اخي معك حمود لما كنا حمود 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 ابن القوبعي عبد الرشيد اها حمود إذا يا حمود يا أخوك عرفت أنا كيف حالك وأنا مو كازحف لا لا حمود حمود وأنا مو كازحف شالك وقود مطعم ستة شهور مش صدق حمود اللي كانت بسامي كيف كذا الحمد لله أتمددك بالحرارة ما شاء الله الحمد لله كأنه واحد يقع طويل بصار عباد الله والله كيف حالك ولا يقع قصيري الله يفتح عليك والله الناس عندك كيف حالك ليش ما تجيش القرية لا مو قرية تجي عندي معاش عندك هذا اللي عندك قريه هذه هلله تجيب كله هذه هلله والله صدق كيف حالك كيف انت الله خليك الله يبارك فيك يحفظك الحمد لله ان شاء الله معاهم الحمد لله اجينا كيف انت بس كيف القريه كيف ها كيف انت كيف القريه ايه والقريه وما ادراك ما القريه القريه هي قال لك والقريه القريه تغير والناس تغيروا والعالم تغيروا ما عاد هي القريه هذه حق زمان تغير ما عاد هي هذه والطريق كيف هذيك الطريق هذيك كله مكسر محفر تشرب لبن حليب حليب بالمدينه تصل عندنا قهودهم حاطين معها هنقشه حق سياره لا ولا هذيك الطريق شمت حالتي حاله والله ولا رضى تصلح ولا مو قزعت انا بس في حاله بيني وبينك اكتشف انه هي علاج طبيعي جابوا مره معسر ولا حاجه ما قدرش تبني من اي قريه قزعوا من عندنا بالقريه هنقشه هنقشه اخرج ابني قري قرا كيف ايش تخبرنا وانا خلقتي داخلته الحمد لله انا ما خلقت الا بهذيك الطريق الحمد لله وابوك يبلغك السلام ابي كيف حاله بي الحمد لله بخير امس بس امس سبحان الله طلع فوق الشجره يقطع عشان الغنم وفلات من فوق الشجره ابي بس الحمد لله ستر الله انه كان جنب اسلاك الوائر حق الكهرباء الضغط العالي مسك بالوائرات الحمد لله رب العالمين والكهرباء طافي الكهرباء طافي الحمد لله لا حاول يطفوا الكهرباء تدارين يطفوا الكهرباء لا يطفوا الكهرباء على اساسهم دارين انه الناس يمسكوا بها حفاظا على ارواح الناس كما اشتقوا نوبه تقصير ما بقول حفاظا على ارواح الناس بفوائد 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 ما ايش باطل الله يحفظك الحمد لله كيف حالك كيف انت الحمد لله قزعنا لك قزعت لنا بون مو بون بو بيني بينك انا محرق والله انه انا محرق كيف واحد يجيب من القريه يقزع معه معلبات لكن مو نعمل زمان اما الان معني فعل الدنيا غير الدنيا قد غيره مو عاجز يعلك معي بن قلعوا اعملوا قات لا حول ولا قوه القات اهلكنا واهلك البلاد شرب الماء حق البلاد وعملوا بداله قات بدل البن عملوا قات ما له ولا عبد بقر انا بقر البقر حتى قد غيرين تحسبون على زمان كانت الدين الثراء الاربعه الاضرع الضرع حق قيس حاضر انتم حليب الان ما عادوش حليب هم هم نص حليب نص حمار لا حول ولا قوه هاي نفتح البوافي عندنا بقر ما تدري سبحان الله والدنيا قد غيرت والقراد عبو قراد بقريه القراد قا هذه السنه مره مل انت الوادي اكلنا الزرع كله اكلنا هنا احنا ما بقينا قراد قلنا ابو تشوف القراد يهرب من العالم يصلى عندنا ناكل ابو تين ما شاء الله الا قليل هربين بس هربين قال عندي اكلنا اخضر واليابس لا ابقين ولا خلين اي والله ما هو طمعين من ناحيه هذه حياك المعذره قزعنا لكم بعض الاشياء الله انا قدر محرق منكم والله انا محرق منكم قلنا نقزع لكم بعض الاشياء المشروبات من حق السوق ايه سلام عليكم الله الله ها اشرب هذا تشكر يا حمود تشكر المعذره منكم والمريض المريض قزعنا لك عصير ها 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 عصير قزعنا لك عصير تشرب وهذه لك استر عليك يا المريض افتحي شربت اهلا وسهلا بكم يا رجال المعذره حمود سامحونا ادينا على حمود الحاصل ادي يا حمود حمود ما انت جالش هذا حمود حمود مو هذا حمود يلا عصير اشرب اول مره تبصروا عصير حمود عصير ومشروب غازي وكل شيء حمود ها مو دخل النقاسه لداخل بيتي يا حمود حمود تعاون العدو يا حمود مو تعاون العدو ما لكم انتم حمود 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 هو عصير وقليل مشروب غازي وكذا مو من عدو لا حمود حمود انت داخل بيت مش كفايه القاذوره اللي داخل بيت تقدر بيتي يا حمود
حمود انت مش عارف انه هذه يا حمود مالك يا حمود ما طلوا لكم يا رجل هي ب 1000 ريال شلوا لك روح لك روح لك صلاتك روح لك روح لك روح لك روح لك روح لك شو له مالك ولا هتكلمني من اليوم فوق هذا انا اكلمك زعل ضرب راسك ولا حرف ما بكم هذا غلطان انا حقه ما تستحاش على عمره اسمعوا لكم هذا شريبي شريبي ده ربي بعد ما شريبي مريض مريض استاذ حمود استاذ ولا ايش تشتغل انا حمود الباب اللي دخلك ردك برع ولا اشتي اشوفك داخل بيتي تطردني من بيتك برا تطردني من بيتك برا الله المستعان حمود اطلع برا ما بخرج برا خلاص جلس اخرج 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 خرجت نفسك اخرج خرج يا رجال بضاعة إسرائيلية يا رجال والله لا لولا احتراما لأبوك القوبعي ولا قلت اليوم أنا خرجتك بس القد هنا بدون قماش يلا وبعدين يقول له 1000 ريال 1000 ريال 1000 فوق 1000 يسوي 1000 آخرك كلام قل له سوا يلا نوم خلونا نرقد والله 1000 حقي مش حقكم ما حدا له دخل ولا حدا له دخل وأنا حر اشتري باللي اشتري كم مش كم 1000 هذا بيجيب عنقك ليوم القيامة يا حمود 1000 فوق 1000 فوق 1000 تجي 17000 أيوة وألف عمل عمل يدعم القتلة ارقد ارقد طيب ساعتين وانت تسحل ارقد رقدت عينك ما ندينا أنا بطانية ارقد هنا ببرد هذه بطانية له أي بس وكنت أتمني يوم واحد يادهم يدعم إسرائيل علشان أرقدهم ببرد لكن ما حصلتش فرصة لكن أنت اديتني فرصة لأنك طويل شتاكل أخضر ويابس ياكلك أنا ما أمنش لي واحد طويل هلهب أهرموني وفقعوني نزل الدنيا حطب فوق رأسي هذه بألف صح ولا هل هو غلط؟ مش غلط صح؟ ما دخلكم؟ ناهي أنا بيت الراجل مش عندكم ما هو لا غلط مش غلط هي بألف ريال ارقد وحمود ارقد ما هو غلط أحد له دخل أنا حر أشتري بحاجة وأنا حر قلني ناهي ألف ريال خلينا نرقد خير أطلع على دمه ارقد يا سندباد ارقد ارقد يا سندباد خير رجع عبد يا علي بابا ارقد ارقد ناك يا الله بالله عليكم يهول الدنيا فوق راسي وانا مو عملت الا هي 1000 ريال 1000 ريال وهذا وكيف العب كنا اشترينا باكثر من 1000 حسبي الله ونعم الوكيل انا ارقد شو ارقد لي هناك جنب جنب الراجل هذا ارقد لنا الله الله فقعونا وهولوا نزلوا الدنيا حطب يعني انك انت راسله فوق راسك اطفاء اول مره بصير واحد يرقد والنخر حقه بين هالموتور مش اسرح لي جنب حاتم اسرح لي جنب حاتم حاتم هذا هو طيب صح انه زعلان لكن من حقه مكانه مع نظيف عنده غصون غصون مين روحتي غصون مين غصون مين مرتي الله يقلعك حتى غصون الراجل حسوا عند غصون ارقى ما بش امل للقوى ارقد لي بالصحراء هذه بسم الله الرحمن الرحيم يا معيد يا معيد بسم الله الرحمن الرحيم نوما هنيئا نوما هنيئا يا معيد انا مؤمل انا طويل ذلك في فعل الحمد لله طويل حلا قالوا الطويل كما قال الشاعر رب طويل احسن من قصير يا معيد بسم الله